اندلعت مواجهات بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي الذراع الإيرانية بجبهة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم جنوب شرق تعز. وقالت مصادر ميدانية لنيوز يمن أن اشتباكات عنيفة شهدتها خطوط التماس في مواقع النجد ومزعل والفراحي إثر هجوم ذراع إيران على مواقعها. وأشارت المصادر إلى تمكن القوات من صد الهجوم الحوثي دون إحراز أي تقدم. وفقا للمصادر فإن جرحى سقطوا من الطرفين لم يعرف عددهم.